صباح الخير، اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج مصر جميله. مصر دايما جميله حتى لو كانت الدنيا ساقعه شويه، هنستحمل يعني نلبس ملابس شتويه تقيله، نحاول ندفي نفسنا بكل الطرق الممكنه عن طريق المأكولات والمشروبات، المهم ان احنا نحافظ على اننا نبقى دافيانين وطبعا نتخذ اجراءاتنا الاحترازيه لان الموضوع كبير جدا فلازم ناخد بالنا. هنبدأ حلقتنا حالا مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار، بدايتها مع السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة فيما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديثة. كمان وجه السيد الرئيس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المزروعة بالزيتون إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون. كمان وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر. وكمان وجه بإضافة وتزويد البحيرات والزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج. دي كان الخبر الرئيسي الأساسي الأول. أما الخبر الثاني فبنتكلم عن الحكومة وإطلاق منصة مصر الرقمية بتقدم 103 من الخدمات للمواطنين. كمان المنظومة إن شاء الله هدفها إنها توصل ل 200 خدمة بتقدمها للمواطنين في القريب العاجل. أما الخبر الثالث فبنتكلم عنه وزارة الأوقاف. والتعاون الحقيقة ما بين وزارة الأوقاف وما بين وزارة الكهرباء والطاقة. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت من خلال شركات توزيع الكهرباء التسعة الموجودين على مستوى محافظات الجمهورية إنها اقتربت من تحويل كافة العدادات التقليدية بدور العبادة التابعة، سواء كان دور العبادة التابعة للجمعيات الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف، تغيير هذه العدادات من عدادات تقليدية للعدادات مسبوقة الدفع. ده طبعا هيوفر في الطاقة، هيوفر وهيرشد في استخدام الكهرباء، وكمان هتحصل شركة الكهرباء والطاقة أو وزارة الكهرباء والطاقة على مستحقاتها كاملة، لأن لما كان العداد القديم كان في بعض هذه الدور ما بتدفعش المبالغ اللي عليها. أما الخبر الرابع فده يهمنا كلنا طبعا بالإضافة لكل الأخبار السابقة، ولكنه بيتكلم عن برودة الجو. هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن برودة الجو اللي احنا حاسين بيها اليومين دول هتستمر لغاية آخر الأسبوع. درجات الحرارة هتوصل في القاهرة لست درجات مئوية، وده أرجعته لوجود منخفض جوي قادم من جنوب شرق أوروبا هيضرب البلاد بموجة رياح باردة وجافة، وده اللي بيخلينا نحس بالصقيع في فترات الصبح أو بالليل. يعني ربنا يخللنا شمسنا الجميلة اللي بتدفينا على مدار النهار، لكن بالليل بقى نستعد. احنا كمان عندنا فقرتين من خلال حلقتنا النهاردة. هنتكلم في فقرتنا الأولى عن معرض الكتاب. معرض الكتاب هيتألق إن شاء الله في القريب العاجل، وهيكون مفتوح لجميع المواطنين محبين القراءة والاطلاع والثقافة. كمان فقرتنا التانية هنتكلم عن تجديد الخطاب الديني. أحدث رسالة دكتوراه تم مناقشتها عن تجديد الخطاب الديني والدعوة. خلينا نتكلم عن موضوعات حلقتنا بعد الفاصل اللي جاي. كنت في قلب الميدان تحت السما الزرقاء، جابت عيني الغيطان والترعة والزرعة. انت الاصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيلة يا مصر وكلنا شاهدين، بحق محمد نبينا وعيسى
نبي الله النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا. دي مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة، مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة.